مباشرة خلونا ننتقل إلى الزميل أحمد الركابي وعلى الهواء مباشرة. وين اليوم؟ نعم في الميدان مع أحمد الركابي. اليوم راح نكون بباب المعظم. حياك الله، يسعد صباحك. صباح الخير عليك أحمد. نعم زملائي وأيضا مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم، صباح الورد والياسمين على كل من يتابعنا الآن من العاصمة العراقية بغداد إلى كل العالم. اليوم تواجدنا في باب المعظم، اللي هي باب المعظم من مناطق بغداد القديمة اللي بها حركة الناس دائما تكون شغالة 24 ساعة. ناس موجودة بهذه المنطقة. هذه المنطقة هي صناعية أول بداية، بعدين تحولت من منطقة صناعية إلى منطقة بها مستشفيات وبها أسواق للمارة. اليوم قرب، يعني أنا بالضبط وتحديدا يعني الآن بنقرب من مدينة الطب. هذه الصورة المباشرة لكم من العاصمة العراقية بغداد، وتحديدا من هذه المنطقة باب المعظم. طبعا حركة السير بالمنطقة جدا، يعني اكو ازدحامات، اكو مشكلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك عيونك. حتى الصيح منك والله عم تعبنا، ملينا والله العظيم. يعني شلون ما الصيح هي الوضعية هاي؟ يعني شنو ايش بيها؟ رحمة لوالدك، هسه انت مقتنع بالوضعية؟ والله انا سقتني شمس سنة. رحمة الله والدك، منا شمس، منا عرباين، منا شغل ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، تعيينات ماكو، وظائف ماكو، صحة ماكو، زراعة ماكو، تجارة ماكو، كل هاي وتقول لي شكو؟ يعني عم الحكومة مو مقصرة، الحكومة بالعكس مخلي الشعب مترفه متونس. اصلا حيدر العبادي اسرع مطالب قدمها للشعب وشنو؟ قطع الانترنت بسرعة، طلعوا مظاهرات منها قطع الانترنت منها، قال لهم شو تريدون اكثر من هذا الطلب السريع؟ يعني ماكو اسرع طلب رئيس وزراء بالعالم سواه، بسرعة نفذ مطالب الشعب. طالبوا باصلاحات راح قطع الانترنت. هو هذا اصلاح؟ هذا عمي العبال اللي عدته اول ما جيت وتقول اصلاحات اصلاحاتي. هاي اصلاحاتك عمي؟ تحكون على العالم، تحكون على الشعب. عمي هذا مو حل، ترى اذا الشعب ينطفض هذا مو ما يوقف الانترنت ولا يوقف الاعلام، يوقف البشر. انت ضميرك، انت ليش تخاف من الشعب؟ اعط حقوق العالم وخلي العالم، ما حل يطلع لك عمي. عين هاي الشباب، اوفر عمل كريم، زراعة، تجارة، صحة، تربية. بعد الشعب ايش عنده يطلع المواطن؟ يا اخي الكريم تعال حجينا، تعال عمي. حبيبي الله يساعدك عمي. شلونك؟ بيان. شو اخبارك؟ هاي منا منا. ايش عندك اليوم باب معظم؟ عندك طبيب. طبيب؟ ايه. ايش بيك خيرك؟ ودك اوجعني. وهسه شلون صرت؟ اصوت بغداد عمي. مو حارة عليك بهالحر طالع؟ ايه. الله يكون بعونه، الله يكون بعونه. طيب بس عندي شغله واحده، عندي عمي ابو اسمه ابو العفو ابو دالي، عمي معوق بحرب ايران. هذا عمي خطيه لحد الان ما اخذ لا حقوقه من هذيش الدوله ولا هاي من هاي الدوله حقوقه، قاعد تجاوز ما عنده. يقولوا انت مالك حقوق. شلون اقول له؟ والله اقول له انت بالحرب ضربت انت ضارب نفسك بالحرب، ضارب صبعك. هسه صبعه عنده ثلاث اصابع مبترات، بس هي التقارير يقولون لا، وهاون وقع وشظه. هم يقول له ذول هسه شو يقولوا؟ والله سقط. يقول له لا ماكو هيك، انت مالك راتب، يعني وضعيته تعبانه والله العظيم، وضعيته يرثى لها. قاعد بالزعفراني يعني تصور، طباخ ما عنده، قنينه ما عنده، وضعيته كلش تعبانه. يا ريت يعني اريد الاعلام، اريد الناس الخير. انا ما اقول لك يعني انت الان مباشر على الهواء مباشره على الرش، والله اوصل صوتي لعشيرتي والاهلي، اقول لهم دير بالكم على هذا عمه ابو داليه والله العظيم، يعني رجال كلش متضرر. ايش يسوي العشير؟ والله العظيم يعني انت تصور ما عنده قرمه شاي، طوطيه ما سفني يقدر بيها شاي، والله العظيم انت منا وقيس، ما عنده وضعيته والله تعبانه. يعني اريد الاعلام، اريد الناس لعشيرتنا الاهل الخيرين ينظروا له نظره. ان شاء الله نقول تحقيق الاماني ومطالب الشعب ان شاء الله كلها تتحقق ان شاء الله. انت شنو شغلك هنا؟ والله اخوي اشتغل كاسب هنا انا. والله العظيم كاسب، وضعيته تعبانه. يعني انا بيتنا بالزعفرانيه يوميه، انا جبتها من الشهر جهلي جاي، تركضون ورانا الشرطه وركضون ورانا الشغب وركضون ورانا. عمي شو نريد؟ نريد نعيش احنا، ما رايدين لا والله لا نريد الفجور ولا نريد نتجه غير طريق. هاي رايدين خبزه حلال نطلعها. انت هنا هسه هاي العرباين اللي هنا على الشارع يقول لك هاي يعني الامانه، هاي تقول لكم التجاوز. صحيح وياك انا ويا الدوله صحيح، بس انت الدوله خلت توفر العمل، توفر لك مكان، خلت تعطيني عمي مكان، خلي شغلني وانا من باكر اروح. ليش انا مجبور واقف بالشمس؟ لو اخويا مجبورين غير من العيشه يا اخويا، خلوا يوفرون عمل. من يبقى بالشمس؟ رحمة والديك، من يقدر هاي الشمس؟ من يتحملها؟ بس غير عيشتنا مجبوره، ورد نعيش عوائلنا.
خبيزة حلال. اي والله العظيم اريد خبيزة حلال واريد من الحكومة بالنظر الاعتبار المظاهرات لا يقطعوها عمي، لا تضربون المتظاهرين، ترى هذا مو حل. انت ما طالع لك هو باصلاح المتظاهر، طالع لك جاي يقول لك انا اريد اصلاح، اريد خدمات، ليش تعتقلون بالعالم؟ والان هسه شنو يريدون عندهم كفاله؟ شنو كفاله؟ عوم مفجر هو؟ لو هو معتدى على الحكومه، هو طالع لك سلميه، شايل القطعه قال لك اريد حقوقي. تروح تعتقله ولا يطلع كفاله ولازم موظف كفله؟ شنو عمي شو مسوينا؟ لا تحشون على صدام، انتم هم قمعتوا المظاهرات. صدام قمع الشعب، انتم هم قمعتوا الشعب. بس مجرد مخفيه. الباحة الإعلام ما يخلونا يصور بساحة التحرير، بعدوهم ليش عمود ما يشوفون الحقيقة، ما يوصلون الصورة الحقيقة. هو هاي هي الديمقراطية اللي جو بيها، هو هذا الحرية اللي جو بيها، هاي مو حرية، أنا أعتبر هاي مو حرية، هاي جاي يحرضون على العالم، وهاي أعتبر أنا دكتاتورية بدأت بالعراق شوي شوي تصير. ونريد من الشعب أن ينتفض طفاضة واحدة بالقضاء على المفسدين. شكرا جزيلا لك حبيبي، عيوني حلو. الله يسعد أخوي، شلونك؟ السلام عليكم. ها ما تطلع؟ يعني اغلب الناس اللي موجودين بالمنطقه، خلينا نعطيكم صوره عن العرباين زميلي حيدر. هذه العرباين والاكشاك اللي موجوده الامانه تعتبرها متجاوزين، والناس الشباب اللي يريدون يعيشون يقولون احنا نريد نعيش بهذا المكان وناكل خبزه حلال مثل ما يسولفون. فالعالم بهذا المكان تحديدا، انه انا لاحظت حتى المرور تعامله بهذا المكان، يعني تحديدا انه تعامل يختلف عن المكانات الاخرى، ممكن ياخذ السلمي مال السياره اللي توقف، ممكن تلاحظون السيارات شلون توقف بالطريقه اللي توقف فيها السيارات. الله يساعدك عمي، شلونك؟ عيوني اخبارك؟ يرحمك الله يبارك فيك يا معلم. والله شو تسوي، هاي على صغيره طقك الحر والحار، اي وتعرف الجو حار، اي ونقول الله يكون بعوننا وبعون العراقيين. اي بالله يرحم اهله يرحم. شنو تشتغل هنا عمي؟ لا والله انا لا موظف الحمد لله. اي الحمد لله خير من الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليك. والديك عمي شلون اخوي؟ حبيبي والله حبيبي. شلون صحتك حبيبي؟ جواك الله تبيع موي؟ اي والله بيع. شو شغلك؟ والله مو زين، زين وزين. مرات اكو شو، اي مرات اكو شو ومرات ما. وقاعد ايجار وانت جالس. الله يسلمك. ماشي وضعك بالشغل؟ والله الحمد لله، شو تسوي؟ الله يرحمه. قدمت مال عاطلين؟ والله كل شو ماكو، نترو كل شو ماكو. رجع. لا ماكو. ايوه. غير شغله ماكو؟ والله ماكو، هاي لو تبيع موي وتعيش تو. عماله تطلع يوم شارقه. السلام عليكم، شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. ان شاء الله زين. الله يبارك اليوم في الميدان وياكم ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. حبينا نكون بهاي المنطقه لانه هاي المنطقه شويه حركتها والناس اللي بيها، نعم، بيها معاناتها. لاحظنا الاكشاك اللي موجوده، معاناه المواطن في اي مكان حقيقه وليس في هذا المكان فقط. المواطن يجب الاهتمام به لمعيشته والكد على عياله. هذا يخدم السياسيين إذا كانوا صالحين لخدمة المواطن وخدمة وطنهم، يجب أن يفكروا بالمواطن، لأن المواطن إذا كان هدفهم يجب أن يهتموا به في كل مكان لأجل الرقي وحضارة المجتمعات وحضارة الأوطان في خدمة أبناء شعبهم. فالمواطن يعاني في هذا المكان ويعاني في عدة أماكن، ويعاني خدمات ويعاني كهرباء ويعاني ماي ويعاني استقرار أمني ويعاني استقرار نفسي في كل الميادين. المواطن مستهدف. ندعو من الحكومة الوطنية إذا كانت فعلا وطنية أن تهتم بالمواطن وتحل مشاكلها مع أنفسها لأجل خدمة الآخرين. فضلك. الله يسلمك عمي. يقول لك المواطن هم عنده هم يعني هم داخل بهذه المعمعة مثل ما يسولف المواطن، يعني هم إيد بهذه المعمعة. المعمعة تعدد الأحزاب وتعدد الحكومات في البلد ما يستقر البلد. البلد يجب أن يستقر على قوانين يصوت عليها في البرلمان تنفذه الكيانات الأخرى والمؤسسات الأخرى والأحزاب الأخرى. إذا كان كل حزب وكل شخص يعني يريد اللي يخدم به نفسه وحزبه فما يستقر الوطن. الوطن يستقر بالقانون الموحد الذي ينفذ على المرؤوس وعلى الرئيس، حتى نصل إلى المستوى اللي الآن الدول تأخذ من عندنا
من كتاب الله من الحكمة والموعظة، ولكن إحنا حقيقة ما ننفذ ما قاله الله سبحانه وتعالى. 24,000 نبي نزل في هذه الأرض إسلام، ولكن فقط عنوان إسلام، ولكن ما لا يوجد في الإسلام إلا دعوة. الله يسلمك عمي، تحياتي وسلام. تحياتنا غاث عمي، السلام عليكم، قواكم الله. شلونكم يا قناة الرشيد؟ الآن على الهواء مباشرة. تستاهل يعني. سولف سولف شدك وياكم بالميدان وجينا هاي المنطقة، نريد نشوف شنو وضعها يعني. المستطرق عنده موضوع، سولف لنا. والله يا اخوانا ما اقدر اجاوبك الحكي بيناتنا عباس اللقاء. والله ليه انت براس عباس؟ ها ما يخالف عباس تجاوب. ما اقدر. الله ياك بالسلامه. بالسلامه. انا رجال، انا رجال اسالوا وهاي المتظاهرين. الله يكون. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخبارك حبيبي؟ هاتم سلام 103 فيك. حياك الله. هاتك وحيلك. الله وديك. والله احنا وضعنا تعبان كلش يعني جدا، خاصه هاي من صارت هسه المظاهرات والوضعيه، ماكو لا استقرار يعني، بس وعود خاصه الحكومه، ما شفنا شيء معتها صحيح. لا احنا ننفذ لكم هيك، لا احنا نعطيكم هيك، وين الوعود؟ هاي بس حكي، وهاي بدعتك، هاي حتى شغل ماكو، بس بسطيات، لا معامل، لا مصانع، بلد يعتمد بس على النفط، والنفط من مستفاده؟ لا الشعب العراقي مستفاده، استفاده مال الدوله والاحزاب، ايش مستفاده؟ بداعتك انا مصوهم بالانفجار، كل شيء ما حصلت من 2005 لحد الان، هاي عين وحده راحت معتين وصابه، هاي اركض معامله من 2005 لحد الان، وبعد ما اعرف شنو، بعد شهر بعد شهر. ليش معاملتك؟ ليش ما مشوا؟ يعني معاناه، يقولون بعد اجراءات ما اعرف شنو، فحص عيد الفحص من هالبابا، تعرف اجراءات الدوله تعب. هسه احنا موضوعنا مو على احكي على نفسي، احكي على كشعب العراقي، شعب تعب، شعب تعب بس معاناه. يعني بشرفك الستة بلد من باب المعظم حد باب الشرجة، بس بسطيات هي هاي وضعية؟ مو وضعية هذا، يو عندك تنفلس تشترك تاكسي وازدحامات وماكو شغل، يو بالبسطية بالعربانة وكل ساعة معزلينك الشرطة، يو تعال اصعد على الرصيف يو تعزل، ماكو شغل، ماكو والله تعبان يعني، وضعية تعبانة. فاحنا ناشد الحكومة العراقية وحتى حيدر العباد، حيدر العباد إذا ما له يعني قدرة على قيادة الشعب العراقي يستقيل، ليش يبقى؟ يا اخي سوى ذاك يوم واحد فرنسي ما اعرف وين شرط تجاوز على المواطن، سوى وزير الداخليه راح المجلس النواب راح اقدم استقاله انا، لان هذا الشرط تجاوز على المواطن. فاحنا شو احنا ما حد له شغله بالمواطن، كل ما ضايق الشعب غدا طلع المظاهر. فاحنا نطالب من المتظاهرين ان يطلعون بصوره صحيحه، ان يطالبون بحقهم، مو يروح يحرق دوائر يشعل التائر، هذا مو صحيح. احنا نريد قانون صحيح يطلع يتظاهر بالساحه يطالب حقوقه الشرعيه فقط، هذا اللي نريده ان شاء الله. ان شاء الله يوصل صوتك. رحم الله والديك. تحياتي. تحياتي لك. الله يساعدك عمي. حبيبي شلونك؟ قواك الله. اي احنا في الميدان، بس تعال يم السماعه، احنا في الميدان برنامج يومي. نطلع وين الناس نشوفهم وضعهم شلونه ونسولف، نسولف مثل مظاهرات واعتصامات والاحزاب مدفوك يا اخي، والبرلمانيين ياخذون تقاعد. هذا معصوم نايم، اول البارحه قعد، اول نايم كان، وين احد شايفه بالتلفزيون؟ احد شايفه فيديو سوى فد شيء للشعب؟ كان نايم اول البارحه قعد. امتيازات البرلمان، شنو امتيازات البرلمان؟ برلمان ايش مسوي؟ هاي احنا بالشمس جاي نقاتل بالشارع على عيشتنا، زين والله جاي نقاتل، هاي الشمس من يطلع بيها؟ معصوم لو البرلمانيين ما حد يطلع، زين. فهذا الشعب منتهي يا عمي، اذا ما تتفلش الاحزاب ويتفلش البرلمان ما تصير لنا، كل شاره كل شاره ما تصير لنا، والمظاهرات هماتينا، هاي هماتينا كلاوات، هم خل اقول لك اياها، يا معود سيلفيات وما اعرف شنو هذا. هسه بعد كم يوم يطلع واحد اثنين ثلاثه فضوا المظاهرات وكل من راح لبيتهم، ونفس الطاسه ونفس الحمام. هيك تقراها هيك المره؟ ايوه هي مبينه، مو هاي مو اول مره يا اخوي، هسه لو اول مره، لو اول مره ما نعرف نتائجها شنو، ايش راح يصير وراها؟ يقول لك الناس طلعت، ناس طلعت مظاهره شعبيه، طلع طلع على مود الكهرباء براس من ذبها؟ ذبها براس مدراء ما اعرف شنو، ما مدراء البارحه قال ما اعرف ذول 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 الصيانه يعطون الكهرباء على اساس يبيعوها، قال البارحه اي يعني مثلا المنطقه اليوم مثلا يطوها الباب معظم يطيها الباب الشرجي. البارحه طلع وزير الكهرباء، فهاي مدفوض بالعراق ابن عمي، ابد مدفوض. شنو شغلك هنا؟ شنو شغلك؟ ادي بسطيه.
الله يكون بعونك. رحم الله. شلون شغلها هنا؟ والله تعبان، هاك باع الشارع تعبان. لان هواي بسطيات. بسطيات هوايه واك. حارة عمي حارة. حارة هاك باع الحر باع الشمس. والله بغير دولة بشرفك هاك واحد يطلع برا هيك. وهاي الحر. مو صحيح؟ ضيم عمي متنا والله العظيم متنا. متنا ذولا امتيازاتهم دمرت البلد. برلمان إذا ما يتفلش وحق الله ما يصير شارة للعراق لو بعد ألف سنة. ألف سنة إذا مو البرلمان يتفلش ويصير الحكم رئاسي ويلزمها واحد شريف ابن شريف وواحدة على الأقل هذا يبوق بس واحد مو 360 واحد يبوقون. ما يصير شارة للبلد ابن عمي. ساعدك حبيبي حبيبي. الله يكون بعونك. الله يساعدهم. شلونك حبيبي؟ شلونك عمي؟ شو أخبارك؟ هلا وعيني. قواك الله. هلا بيك. شلون صحتك؟ الحمد لله. الله يفيدك شلون عمي؟ الحمد لله ماشي شكرك. شلون هالمنطقة اليوم؟ ايش عندك هنا بالباب معظم؟ والله احنا موظفين وزارة النقل والله. شلون وزارة النقل؟ بالسيارات الحمر الطابقين؟ بالماتشات نقل المسافرين. شلون نقل المسافرين هلا؟ والله شغل واقف اليوم. واقف الشغل هسه. ليش واقف؟ ماكو شيء كان قبل على الجروبات مال الايرانيين هسه واقفة. لما صارت هاي الاحداث مال امريكا ويا ايران وهذا. زين عمي اريد اسالك عن النقل الخاص. انا الصبح من جيت وقفت هنا ابو المرور قال يعني اكو قراءات عشوائيه وماكو تعاون بين النقل واهل اصحاب الكيات وغيرها. انتم عندكم هيك فكره لو ماكو؟ لا هم متفقين هم والشرطه جماعه هنا بيناتهم هم مسوين قراءات. ولا لا اكو حكومه قويه وهاي تخلي هنا هيك فوضى تروح هناك ذاك قراءات موجود يوقفون بيه تمام لو لا؟ سيارات هواية وكيات هواية. إيه شوفوا لهم مجال جراجات كبيرة يسووا. صح لو لا؟ لازم جراجات. زين. الله يكون بعونك. هلا وعيوني. لا أشكرك. بالسلامة. يعني هذه الصورة المباشرة زميلة حيدر. أعطينا الصورة المباشرة للناس بهالحر هذا. الله يساعدك عمي. شلونك حبيبي؟ عم أبوي. أخبارك؟ الحمد لله أشكرك. جواك الله. والله وليك. يوم باب معظم. احنا باب معظم نعم. ها تشتغل هنا؟ لا والله رايح عندي معامله على معامله والله. وين معاملتك؟ والله بالمحكمه مال الحريه. ايه نعم. مشيت لا ايش فيه؟ والله معاملتي طالع السياره وكالع عندي باسمي انا. ايه وتعدوا علي وضربوا سيارتي وما ادري شو القرار هذا صح صدور السياره جبتها للمحكمه وكالع عندها رسميه ياتها موجوده. ايه جبت صاحب الكل بعد السياره بدون صاحبها، صاحبها بيروت. وانا على باب الله يوم رايح جاي صار 13 يوم السياره محجوزه المركز فوق دعوتها فوق انا بالدعوه يعني فوق ما انت متعرض ضربوا سيارتي وهانون قدام العالم وكسروا سيارتي وانا لحد الان كل شيء محصل لا منه ولا منه وسيارتي بالحجز. رحت للدائره مال المرور؟ رحت للدائره مال المرور جبت الوكاله جبت هذا مالت الاوليات للمحكمه. السر الله طبيت القاضي يوم الخميس قال لي جيب الاولاد بعد صير القاضي ما جاي عنده مرافعه ما ادري بس انا اروح رايح جاي صار 13 يوم انا هاي حالتي. انت وين ساكن عمي؟ انا ساكن هنا بالكفح. يعني هسه هذه الشغله مال السياره المفروض هي تنحل من تدخل الحجز. مو؟ بيها هاي وكاله مكتوب بيها ياتنا تراجع الدوائر الرسميه كلها مال الدوله مو مالتي مو انا جايبها من جيبي. عليها تطلع السياره. 13 يوم وفوقها قراجيه يوميه 5000 ادفع على السياره يوميه 5000 قراجيه هي نامه بمركز يعني خلوها ببارك. يعني الان بكت الله يسمعنا عميد المرور عمار الرجال ما مو بيده خطير مشى امورنا ما توصل المعلومات مشى امورنا الرجالات طعناها مشى امورنا عميد عمار مشى امورنا يعني رحت للمرور طعناها بنفس الساعه خطير بكت الله هم تنحل ان شاء الله تنحل ان شاء الله. شاكر فضلك كان عمي. نعم عمر ولندا يعني لاحظتوا الناس وهذا اللي عايشين به الناس من مشاكل وهموم. قول هم شغله الخصوص احنا على باب الله شغله الخصوص هي كل ما ركبنا سياره بدفترين وبثلاثه واحنا على باب الله تاكسيات زين يعني يطلع من الدوام خلي القطعه طلع على باب الله زين احنا شنو صوتنا ضربه ورانا نقابه ورانا كله في شنو خصوصي يعني قاعد على رزقنا يعني هم بيخلصونا حل هاي ويا على الله وياك على الله يعني بوقت احنا بوقت السابق النظام السابق وبوقت كان طالعين حتى مظاهرات مدنيه يطلعون هاي الرجال قاعدين بالسياقه قاضي على عمان على سوريا ما خليت
يطلعون موارد مدنيه طلع من الدوام راتبه مليونين طلع قاتل قدامي ياخذ رزقي حرام الله ما يقبلها. نقول له العميد عمار هم بيه نظره انه يعني خساره بثلاث دفاتر قدامك وراك خساره باحه وراك زين زين ما يسلم على باب الله ما عندك حساب لا راتب ولا كل شيء الله يكون بعونك. خلي عميد عمار هاي يسعين لك يسمعك رحم الله والد رحم الله والد. نعم ايضا مشاهدينا الكرام يعني وايضا زملائي عمر وليندا لاحظتوا الناس ومشاكلهم وهمومهم رغم درجه الحراره المرتفعه وهموم الناس والمشاكل اللي يعانون منها لكن حياتهم مستمره وبهالبساطه وبهالضيم اللي هم سولفوا عنه. هذه عوده لكم زملائي وايضا المشاهدين. نعم شكرا لك احمد وبالفعل العراقيين يستحقون حياه رغيده وحياه مترفه وحياه جميله لان ماكو بالكون كله صدقوني أطيب من العراقيين نفسهم طيبين نفسهم طيبة كرماء لكن للأسف نشوف هاي المعاناة اللي هي دائما وأبدا مرافقتهم طيلة حياتهم. نعم. نتمنى أنه يا ربي تكون حياتهم سعيدة وخالية من المشاكل الخاصة والعامة وتحديدا المشاكل الحكومية أو الخدمات اللي دائما ما يطالبون بها. شكرا لكل اللي قدر يوصل صوته وشكرا لكل الفنانين وشكرا لل